كشف عنا الضر. الحمد لله الذي كفانا وأوانا. الحمد لله رب العالمين واهب النعم ودافع النقم. الحمد لله الذي فتح لنا أبواب مساجدنا بعد أن أغلقت، وردنا إلى بيوته بعد أن سدت، وأذن لنا في إقامة جمعتنا وسماع خطبتنا بعد أن منعت. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده على نعمائه وعلى حسن بلائه، يكشف الضر ويجيب المضطر ويشفي السقيم ويغفر الذنب العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار والرضا عن صحابته الأبرار. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. عباد الله، بعد طول فراق ها قد فتحت بيوت الله عز وجل أبوابها، وها قد امتلأت المساجد بتكبيرات المصلين والمسبحين، وضجت الحناجر بقول آمين. ها قد عدنا إلى المساجد بعد مضي فترة ليست بالقصيرة من احترازات وتدابير وقائية، وذلك لدفع جائحة كورونا وما تبع ذلك من تعليق للجمع والجماعات والأعمال ومنع التجمعات. تقطعت حينها القلوب شوقا للمساجد، ودمعت فيها العيون لفراق المنابر، وحزن الناس لفراق عمار المساجد. لكن المؤمن الصادق
هو الذي استفاد من الأزمة وعلم الحكمة من البلاء. فمن حكمة الله عز وجل في هذا البلاء التوبة والرجوع إليه، الرجوع إلى الله تعالى. وبلوناهم بالحسنات، وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون. وقال تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ومن حكمة الله عز وجل في الابتلاء أن لله عبادة في الضراء كما أن لله عبادة في السراء. فإذا أصيب العبد بما يضره صبر واحتسب ذلك لله عز وجل فكان خيرا له. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن حكمة الابتلاء أن الله عز وجل يربي عباده بالمحن ليمحص ما في قلوبهم وليميز الخبيث من الطيب. أما الدروس التي تعلمناها في هذه الجائحة فقد تعلمنا يقينا أن الله على كل شيء قدير، تجلى ذلك لنا، وأن الله تعالى غالب على أمره، وأن البشرية كلها لا شيء، وأنها ضعيفة أمام عظمة الله وأمام قوة الله، وأن الإنسان ضعيف مع شدة بأسه وقلة حيلته، وأنه مهما أوتي من علم ومن معرفة فهو ضعيف أمام قوة الجبار سبحانه وتعالى. كما تعلمنا في هذا المرض عافانا الله جميعا أننا في حاجة دائمة إلى الله عز وجل في كل أمورنا، وأنه حين تشتد الكروب لن يكشفها إلا هو. كل الوسائل توقفت، كل الوسائل عجزت، كل الدول حارت وهزمت أمام أصغر مخلوق. تعلمنا من هذا الابتلاء أن الحياة متقلبة، وأن الأحوال متغيرة، وأن الله تعالى قادر على تغيير الأمور في أقل من طرفة عين وبأدنى سبب. تعلمنا في هذه الجائحة أن الصحة والعافية من أعظم النعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: سلوا الله العافية فإنه لم يعطى عبد شيئا أفضل من العافية. الصحة والعافية إن فقدت فليس للمال ولا للمتاع لذة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما في سنن الترمذي: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنما امتلك الدنيا كلها. تعلمنا في هذا الوباء أننا حينما نكون أحرارا في تحركاتنا وسلوكنا ندخل ونخرج متى وكيف نشاء، نذهب إلى أعمالنا، نلتقي بأقاربنا وأحبابنا وأصحابنا، فإننا نكون في نعمة لم نعلم قدر هذه النعمة إلا بعد أن فقدناها. كما تعلمنا في هذه الجائحة أن المسجد ليس مجرد بناء تؤدى فيه الصلوات، بل هو مهوى الأفئدة، مهوى قلوب الصالحين الصادقين. المسجد موطن اللقاء والاجتماع. تعلمنا أن صلاة الجماعة
تجمع القلوب والأبدان، توطد العلاقات بين المسلمين. المسجد مؤسسة علمية تربوية اجتماعية، وليس ببناء فقط. كما بينت هذه الجائحة أن البيت والأسرة هي الحضن الأقوى لغرس القيم والأخلاق الفاضلة. فحين توقفت المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية، بقي دور الأسرة شامخا مثمرا. فاجتهد الآباء في تعليم أبنائهم، وأقام بعضنا الصلاة مع أبنائه وأحفاده، وهذا فضل عظيم. تعلمنا كذلك أن موازين الناس في المجتمع تحتاج إلى مراجعة وترتيب، فليست الصدارة للاعبين وللفنانين. وأنا لا أقلل من قدر الرياضة ولا من قدر الرسائل التي يهتم بها الفنانون إذا وضعت في مكانها، لكن تعلمنا أن المكانة والقدر للعالم وللطبيب الذي يسهر على مريضه، وللممرض المعالج، ولرجل الأمن الساهر على أمن الناس، وللباحث الساهر على إسعاد البشرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وهو يقول الحق في السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله السيد المطاع على عباده الحجة بلا نزاع، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن العودة إلى المساجد بعد إغلاقها نعمة عظيمة تستوجب الشكر والحمد والثناء، وعلينا أن نستشعر المسؤولية في بقاء هذه النعمة وفي دوامها. ولهذا العودة إلى المساجد لها ضوابط وشروط. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند: لا ضرر ولا ضرار. فالقول بغلق المساجد كان في بداية الأزمة، كان ذلك لحكمة، والعلماء يقررون أن حقيقة المصلحة للناس تدور معها الفتوى، بل تدور معها الشريعة كلها. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الشريعة، هذا الكلام يكتب بماء الذهب، الشريعة مبنية على مصالح العباد، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. قال: وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور إلى الظلم، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فغلق المساجد كان خوفا من انتشار المرض ومن امتداده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمن أكل البصل والثوم أن يعتزل المسجد، فكيف بمن ابتلي بهذا المرض، وكيف بهذا الوباء الذي يفتك بحياة الناس؟ ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. وفي حديث آخر رواه الإمام البخاري في صحيحه من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري:
لا تورد الممرض على المصح، وقد سبق بيان ذلك في آخر خطبة قبل غلق المسجد، بينت ذلك بالدليل الصحيح من مقاصد الشريعة الإسلامية. طيب، فقهاؤنا يقررون أن الضروريات الخمس أصلها حفظ النفس. الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على هذه الضروريات، على العقل والدين والنسب والمال، وهذا لا يسلم إلا بسلامة النفس، فهي أساسها وهي مدارها. ولهذا غلق وفتح المساجد ارتبط بضوابط شرعية، وأنه لا عبرة بتلك العاطفة الدينية التي تقول أنها مؤامرة على المساجد. سمعنا هذا من بعد المتحمسين، إنها مؤامرة على غلق مساجد الله، إنها مؤامرة على بيوت الله تعالى. هذه عاطفة دينية لا تساوي شيئا أمام البرهان وأمام الدليل الشرعي. فهذا قول باطل لا قيمة له. والغريب أن بعض الناس، وهذه الفتوى طارت في بعض بلدان المسلمين وحتى في أوروبا، قالوا إن الصلاة في البيوت أفضل من التباعد في المساجد عند إقامة الصفوف. قال لك اللهم صلي في البيت ولا تصلي بهذه الطريقين، تنصلي واحد بعيد من الآخر. قال لك هذه فتوى ماشي ديال الدين، هذا تلاعب بالدين. وسمعنا من يقول هذا في العالم الإسلامي، تتبعت هذا في بعض المواقع التي ترتبط بالفتوى. وهذا قول غير صحيح وبعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقام لا يسمح بالتفصيل. نعم، قالوا لأن هذا فيه ما فيه من التعاون مع الشيطان، لأن التباعد فيه فرجة للشيطان، مع أن جمهور العلماء قالوا لا مانع من الصلاة مع وجود مسافات بين كل مصلي. انتبهوا، التسوية بين الصفوف مستحب، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكر أحد هذا، لكنه لا يتعلق بالواجب، ليس بفرض ولا بواجب عند جمهور العلماء، عند الأحناف، عند الشافعية، عند المالكية، وحتى عند بعض الحنابلة، لا أقول جل الحنابلة. فإذا تسوية الصفوف ليس من شرط الصلاة، ليس من شروط الصلاة، ليس من فرائض الصلاة. فلو أدينا الصلاة من غير تسوية الصفوف فقد فوتنا أجر عظيمة، إذا لم يكن مانع، فضلا إذا وجد المانع. فصحة الصلاة مع الكراهة هو ما عليه الجمهور، أما إذا وجد العذر كما هو في مسألتنا وفي واقعنا فقد زالت الكراهة. وحديث أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لرجل فرض خلف الصف فرضا. لا بد أن نفهم الحديث في ضوء مقاصد الشريعة وما باقي النصوص الأخرى. ولهذا قال أهل العلم الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة هو من باب الندب لا من باب الوجوب، لأدلة أخرى منها حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. والحديث في البخاري. لهذا قالوا إن تسوية الصفوف مستحب للجمع بين النصوص. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم فإن إقامة الصف من حسن ليس من فرض، من حسن الصلاة. ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحيث إن الناس عجزوا عن سد الفرج فلا حرج عليهم، وقد أباحت الشريعة الإسلامية أكثر من ذلك، أباحت صلاة فاقد الطهورين، وإحنا عنده شيء باش يتوضا، ما لقى باش يتمم ولا باش يتوضا، أباحت له أن يصلي كما استطاع.
وأباحت صلاة من غابت عنه القبلة وصلاة فاقدين ما يستر عورتهم ما يستر عورتهم إلى غير ذلك مما سطر في كلام العلماء وفي كتب الفقه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ولهذا منع العلماء التقارب بين المصلين في الصف لدرء مفسدة الوباء، وهذا مقرر عند العلماء في المؤسسات العلمية، فأصبحت المسافة بين المصلين كأنها معدومة حسا. وهناك قاعدة عند أهل العلم: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ومثال ذلك ما شرعه الإسلام في صلاة الخوف في الحروب، فلا قائل بالتقارب فيما بينهم في الصلاة. سرد لي شرعها الإسلام صلاة الخوف أثناء الحرب، كاين شي واحد من العلماء وش واحد من العقلاء يقول لك يصلي واحد واحد وإلا لا سهل القضاء عليهم من قبل العدو. أما نصيحة كبار السن بترك المساجد بسبب المرض فله أصل في شريعتنا، فيجوز لهم ما لا يجوز لغيره، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في ترك المبيت بمنى، والحديث في الصحيحين. والمبيت بمنى عند الجمهور من واجبات الحج، ولهذا قاس العلماء على ذلك الضعفاء وأصحاب الحاجات. فتفصيل هذا يقول: نقتصر على ما ذكرنا، الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يسر أمورنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما أنت أهله، يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا المحن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير، اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم عافينا في بدننا، اللهم عافينا في سمعنا، اللهم عافينا في بصرنا، لا إله إلا أنت. اللهم أصبحنا في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم كما أطعمتهم فأطعمنا، وكما أمنتهم فآمنا، واجعلنا لك من الشاكرين. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نقول على أنفسنا وعلى ديننا وعلى أهلينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نقول على أنفسنا وعلى ديننا وعلى أهلينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.